مع بعض لأول تقرير وهو تعليم الرسم وأهميته عند الأطفال. تعليم الرسم للأطفال حاجة مهمة جدا علشان نقدر نكتشف مواهبهم وننمي حسهم الفني. تعالوا نشوف معرض اسمه فرش جريئة، أول معرض فني لطلبة مدرسة الرسم. احنا مجتمع صحة بشري متكامل، هو بيشتغل على جودة الحياة بتاعت الانسان. احنا مصدقين في التغيير اللي حصل في الجيل ده وفي جيل الفاميليز وفي العائلات في المكان هنا، فاحنا مصدقين ان التغيير ده بيحصل في الفكر وفي القيم اللي عند كل انسان وفي المهارات الحياتية والمواهب والامكانيات البشرية. بدي كورسات رسم من سن 6 سنين فيما فوق 50 سنة وبنعدي 50 سنة. الكورسز بتاعت الأطفال منفصلة عن الكورسز بتاعت الكبار. بندي للأطفال حاجات ليها علاقة بالأساسيات بتاعت الرسم. الزيادة في الكورس بتاع رسم اللي بنديه ان احنا بندي معاه قيم. زي ايه؟ زي حاجات ليها علاقة بثقته في نفسه، زي في حاجات ليها علاقة بان هو مختلف، ان هو مش محتاج يقلد اي حد. بيحصل ان بيبقى عندنا اطفال بيحضروا كورس، وفي وقت تاني الامهات بتاعة الاطفال دي بيحضروا كورس. انا اسمي ماريان وجاية مع بنتي سيلين الارت وركشوب النهاردة علشان نشترك مع بعض في ان احنا نعمل حاجة للارت. الحاجة اللي عجباني قوي في الموضوع ده ان انا هشترك معاها في ان احنا نعمل حاجة احنا بنحبها احنا الاثنين. هي اصلا عندها باشن جامد جدا للارت، وهي اصرت انها تيجي الارت كلاسز هنا وانبسطت جدا واستفادت جدا، وحسيت انها طلعت حاجات جواها ما كانتش تقدر تقولها بس في الرسم طلعت معاها. وانا كمان لما اشتركت معاها النهاردة حسيت ان قدرت اطلع حاجات كنت عايزة اقولها لها، بس لما طلعتها بالرسم كانت احسن بكتير ما اقولها لها بالكلام. انا اسمي سيلين، انا بتبسط لما حاجتي تتعيد، للناس لما تشوفها تتبسط، وانا كمان لما ارسم بتبسط. معرض فيرس براشز او فرش جريئه، احنا الجزء من المعروض سواء للاطفال او للكبار، اللوح لما هتتباع 50% من الجزء اللي هيتباع هيروح لمؤسسه خيريه. احنا مقتنعين جدا ان لازم الفن يغير في شكل المجتمع، وبنشجع كل الفنانين اللي موجودين عندنا ان دوره ان هو مش بس ان هو بيرسم وان بيطور موهبته، لكن هو كمان بيغير في شكل المجتمع وبيساعد ناس كتيره. هي عارفه انه في جزء من الفلوس اللي هتتباع بيها الصوره بتروح لمؤسسه تانية بتساعد وبتدعم وبتعلم الاطفال الفن وبتعلمهم يخرجوا الطاقات اللي جواهم بطريقه ايجابيه. بنشتغل جدا على فكره انه انك انت حر جدا وانت بترسم. اخرج بره قيود الخوف اللي جواك وارسم، وهتلاقي نفسك ان بحريتك دي بالحريه بتاعت الفرشه اللي انت حطيتها وانك انت مصدق في حاجات حلوه قوي بتطلع اكتر بكتير قوي مما انت مسجون في الخوف. شفت الرسم حلو ازاي؟ جميل. تعبير دايما بيطلعوا كل اللي جواهم وكل طاقتهم. انت عارف زي ما قالوا في التقرير ان انت تقدر تعالج الطفل بطرق غير مباشره دلوقتي وتوصل له معلومات وقيم، غير الطريقه القديمه بتاعت الاوامر المباشره والكلام المباشر. بقت عن طريق القصص، الرسم. تكتشف جوه، يكتشف جوه نفسه هو بيحب ايه، بيميل لايه، عنده اكتئاب، مبسوط، ايه الافكار اللي بيحبها. بس اهم حاجه اسمى ان احنا نطلع الطاقات دي جوه اولادنا. ساعات بيبقى اولادنا عايشين معانا مش عارفين الطاقات اللي عندهم في الفن ايه. يعني كل اب وكل ام وكل اسره تحاول دايما تكتشف كده الفنان داخل ولادها، لانه زي ما احنا شفنا دلوقتي في التقرير في جمله جميله جدا جدا اتقالت: خليك حر وانت بترسم. صح. اخرج من الاطار العادي اللي انت عايش فيه. خلي ولادنا يتعودوا ان هم يرسموا ويعبروا عن مشاعرهم.